اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين لحلقه جديده من فضاء حر، نناقش فيها خطه ولد الشيخ، مسوغاتها ومواقف الاطراف منها. معقوله جدا خارطه ولد الشيخ لولا أنها عكست الأدوار والمراكز فصيرت الانقلاب شرعية والشرعية انقلاب. هذا ما قاله المحامي والمستشار القانوني اليمني المعروف هايل سلام، وما يقوله الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن اليمني. خطة ولد الشيخ التي جاءت لتزيح الرئيس الشرعي وحكومته من مواقعهم لصالح الانقلاب تمثل سابقة أممية لم يشهد لها نظير، حيث أظهرت الأمم المتحدة موقفا منحازا للجماعات المسلحة ضدا لمشروع الدولة. وأكثر من ذلك، تمثل هذه الخطة انقلابا على المرجعيات الثلاث التي يعد القرار الأممي 22/16 أحدها، والذي رفض الانقلابيون في صنعاء تنفيذ أي فقرة منه منذ ما يقارب العامين أمام صمت المجتمع الدولي. وبالمقابل، هناك من يرى بأن الحكومة الشرعية والتحالف فوتوا الكثير من الفرص لحسم المعركة سياسيا وعسكريا، ولذلك ضاقت أمامهم فرص الحل وصولا إلى هذه الصيغة الهشة للتسوية السياسية. لماذا إذن تأتي مثل هذه المبادرات في حين أن هناك خطط ومبادرات وقرارات سابقة بحاجة فقط إلى سلطة لتنفذها؟ وما هي مسوغات هذه الخطة أو الخارطة؟ وما أبرز مخاطرها ومخاوفها؟ وما مواقف الأطراف المختلفة منها؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور نقاشنا مع ضيفينا من صنعاء الكاتب الصحفي عبد الكريم المدي، ومن الدوحة عضو الفريق الإعلامي لوفد الحكومة المفاوض مختار الرحبي. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معكما بالسؤال المشترك، والبداية معك أستاذ عبد الكريم من صنعاء. هل ترى أن خطة ولد الشيخ يمكن أن تشكل حلا سياسيا للوضع في اليمن؟ اهلا وسهلا بك والضيف الكريم من الدوحه بالمشاهدين الكرام. في الواقع الخطه رغم ما يعتبرها من اخطاء وما يعتبرها ايضا من سلبيات، الا انها تمثل ارضيه يمكن النقاش حولها وبلوره افكار معينه في الوصول الى تحقيق السلام. الرفض الذي قوبلت به بصوره صادمه وكانها الامور كانت مجهزه لها او تخضع لإملاءات معينة حير الكثير حقيقة، عندما تم التعاطي معها من قبل الحكومة ومن قبل هادي بصورة سلبية تماما، وكأن هذا الطرف يريد أن يقول تنجم لي ونجم الأسد. يعني رغم ملاحظات الجانب المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء عليها في كثير من النقاط الواضحة، إلا أنهم أكدوا أنه يمكن التعامل معها والتعاطي معها. إذن تشكل أرضية يمكن التعاطي معها. أستاذ عبد الكريم المدي، هذا ملخص يعني تقريبا ما نعم إجابتك على هذا السؤال. أستاذ مختار الرحبي، أيضا هل تعتقد أنت من جهتك بأنها يمكن أن تمثل حلا سياسيا للأزمة في اليمن؟ أولا علينا أن نناقش موقف الحكومة. الموقف الحكومة الرسمي تم الإعلان عنه من قبل رئاسة الجمهورية وكذلك من قبل رئاسة الحكومة. رئيس الحكومة قال أن المبادرة مقبولة شكلا لكنها مرفوضة مضمونا، يعني كان من المفترض أن يتم مناقشة نزع السلاح والانسحاب من المناطق، بعد ذلك يتم التعاطي مع الملف السياسي. هذه هي المشكلة نفسها التي كنا نتحدث عنها في الكويت كما تذكرين أختي أسوان، أننا كنا نتحدث أن الطرف الآخر الانقلابيين كانوا يتحدثون عن مناقشة موضوع رئيس الجمهورية وتعيين نائب لرئيس الجمهورية وبعد ذلك الانتقال إلى الوضع الأمني. مشكلتنا في الأساس هي وضع أمني ووضع عسكري. نزيل الأسباب الأمنية والعسكرية التي أدت لوصول الأوضاع إلى ما هي عليه، وبعد ذلك نناقش موضوع رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وفاق وطني أو أي صيغة ممكن أن نصل إليها، لكن نقدم الملف السياسي على الملف العسكري. أعتقد أن هنا ستكون مشكلة، لكن في كل الأحوال أعتقد أن المجتمع الدولي وكذلك الأطراف الإقليمية وخصوصا شركائنا
في التحالف العربي. أعتقد أنهم وصلوا إلى مرحلة أنهم يريدون حتى هم يريدون أن يصلوا إلى سلام، ولو أن أننا سندفع ثمن لهذا السلام. يعني الإمارات أعلنت موافقتها، وكذلك المملكة العربية السعودية لم. نعم أستاذ مختار، لا لا نريدك أن تسهب في الإجابة على جميع أسئلة هذه الحلقة، يعني تدخل كثير في التفاصيل. سوف أكتفي بما جاء في إجابتك للسؤال المشترك، وأعتقد الذي فهمناه بأن هناك كثير من التحفظات على ما جاء في هذه الخارطة. أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستئناف النقاش. نعم بالعودة إليكم أعزائي المشاهدين وضيفي الكريمين من صنعاء ومن الدوحة، وعودة إليك أستاذ عبد الكريم المدي، برأيك ما هي نقاط الاختلاف بالنسبة لكم في هذه الخارطة؟ ما هي مآخذكم عليها؟ في الواقع أول شيء هي تحدثت عن مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، ويجب أن تكون هذه توافقية كون المرحلة مرحلة توافق، وبالتالي فإن تشكيلها يجب أن يكون في البداية قبل أي خطوة أخرى. إضافة إلى ذلك ترى تبيتها الزمنية، يبدو أنها أخذت رؤية الطرف الآخر ولم تستوعب جانب مهم جدا، وهو وقف الحرب الشامل والكامل والعدوان برا وبحرا وجوا ورفع الحصار المفروض على البلاد. نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية، حتى العالقين في مطارات المنطقة والعالم أكثر من 30,000 عالق بين طلاب ومرضى ومسافرين. تجاهلت أيضا تجاهلا كاملا الجانب الاقتصادي والإنساني، ولم تتطرق لهذا الموضوع، ولم تتطرق أيضا لمسألة إعادة الإعمار والتعويضات المطالبة بإجراء ترتيبة أمنية وعسكرية في مناطق معينة، بينما المناطق التي تتواجد فيها العناصر والجماعات الإرهابية لم يتم التطرق حولها. هي تطرقت المنطقة ألف وباء وجيم، يعني صنعاء والحديدة وتعز. ما هي المناطق التي تتواجد فيها الجماعات الإرهابية التي تقصدها؟ المناطق التي تواجد فيها الجماعات الإرهابية وتكاد تكون مسيطرة عليها، في عدن، في لحج، في أبين، في حضرموت، في أكثر من مكان معروف هذا الكلام. إضافة لذلك أن القوات الأجنبية المتواجدة في اليمن، الجنجويد، الإمارات، السعودية، أمريكا، في أكثر من مكان متواجدة في الجنوب، في مأرب، لم يتم التطرق إليها بكلمة واحدة حتى. نعم، إذا أنت اعتبرت كما أفهم من كلامك، أنت اعتبرت المناطق التي هي خاضعة للشرعية أو التي تم تحريرها من قبل ميليشيات أو من قبل الإنقلابيين هي مناطق تابعة للجماعة الإرهابية؟ تقريبا لم نلحظ لما تسمى بالشرعية أي دور مطلقا منذ أن عادت إلى عدن، ومنذ أن انسحب الجيش والأمن من عدن سيطرت عليها ما تسمى بالجماعات والعصابات المسلحة. أهم وأبرز عمل قامت به هو ترحيل المواطنين الشماليين وسلب ممتلكاتهم وحقوقهم وانتشار الجماعات والعصابات الإرهابية والإجرامية وفقدان كل مقومة الحياة في عدن، وهذا الكلام تقريبا واضح لكل الناس، ومن ينكر هذا الكلام معناته أنه ينظر بالفعل بنظارة سوداء ويحاول أنه يزيف الحقائق ويضلل الناس. الجنوب تضرب فيها القاعدة والإرهاب والفوضى، حتى أنه الخدمات في عدن غائبة، وبالتالي عندما نتحدث هنا عن حكومة نحن هي العلاقة بين المجتمع والحكومة، هي علاقة مصالح. إذا ما فقد المجتمع المصالح من هذه الحكومة وفقد الأمن ولا يوجد كهرباء، لا يوجد مياه، لا يوجد خدمات، ما هو الرابط؟ إذا كان هذا المبرر سيد عبد الكريم، فهذه الخدمات منعدمة تماما أيضا في صنعاء وفي المناطق الخاضعة لسلطة الميليشيا، بل أن الناس ماتوا بسبب المجاعة في الحديدة. دعني أتحول بجزء ما طرحته إلى ضيفي من الدوحة الأستاذ مختار الراحبي. أستاذ مختار، يعني هناك كما تحدث الأستاذ عبد الكريم مآخذ على هذه الخطة من قبل الأطراف، طرف صالح والحوثي، منها أن هذه الخطة لم تشمل المناطق التابعة للجماعة الإرهابية، وهو اعتبر المناطق التي تم تحريرها أو الخاضعة لسلطة الشرعية مناطق تابعة للجماعات إرهابية. يعني كيف يمكن أن تعلق على هذا؟ اولا هذا كلام عام، وهذه اسطوانه يعني تعودنا عليها من قبل علي عبد الله صالح وكذلك الانقلاب بشكل عام، وهم يسمون اي احد اختلف معهم او وقف ضدهم انه داعش وتكفيري. نتذكر انهم في دماج قالوا هؤلاء تكفيريين، وبعد ذلك انتقلوا الى عمران والى صنعاء والى تعز، كل المناطق تكفيريين، كل المناطق قاعده. هم يجدون تبرير، الحوثيين يجدوا تبرير من اجل يقنعوا المقاتلين ان هؤلاء تكفيرين، ان هؤلاء قاعده. هل يعقل ان الشعب اليمني كله قاعده؟ هل يعقل ان كل الحروب التي خاضتها الميليشيات الانقلابيه ابتداء من دماج حتى التواهي
بقية المناطق، هل يعقل أن كلهم قاعدة وكلهم تكفيريين؟ هذا كلام غير معقول. نحن نريد كلام معقول وكلام نستطيع من خلاله أن نصل إلى حل. المبادرة جاءت لمعالجة الأعراض ولم تعالج المرض. نحن كمن ذهب إلى طبيب يتعالج بسبب الحمى وصرف له علاج أو جاب له علاج للمرض آخر، بالتالي نحن بالفعل بحاجة إلى سلام وبحاجة إلى أن تنتهي الحرب وبحاجة إلى أن تنتهي الأوجاع، لكن بتكون هناك يكون سلام دائم وليس سلام يعني لفترة بسيطة وبعد ذلك نعود. يعني كيف ما الذي سيضمن على الطرف الآخر أنه سينفذ هذه الاتفاقية؟ ما الذي سيضمن أن الإنقلابيين لن ينقلبوا مرة أخرى؟ ونحن نعرف أننا خضنا معهم 10 أشهر حوار وطني واتفقنا على كل الإشكاليات. كان هناك حل للقضية الجنوبية، كان هناك حل لقضية صعدة، وتم الاعتذار للحوثيين وتم الاعتذار مع أن كان هناك مآخذ كثيرة على هذه الاعتذارات، لكن مع ذلك تم تقديم الاعتذارات وتم تقديم معالجة لكافة القضايا. خرجنا من مؤتمر الحوار الوطني مباشرة للقتال والاقتتال ونقض كل الاتفاقيات. بالتالي السلام لابد أن يكون على قاعدة صلبة، ويجب أن يكون سلام دائم وشامل، ويجب على الدولة هي الوحيدة التي تمتلك السلاح. لا يمكن أن نتعايش في ظل جماعات مسلحة تمتلك السلاح الثقيل وتمتلك الصواريخ الباليستية التي بشكل أسبوعي أو بشكل يومي وهي يتم إطلاقها على مدينة مارب وغيرها من المناطق. بالتالي السلام إذا كنا نبحث لحقيقة الأمر عن السلام يجب أن يكون سلام دائم. نعم إذا لا نريد الحرب. نعم إذا طرف الشرعية لا يريد الحرب ويريد السلام، السلام الدائم يعني وفقا لضماناتها حقيقية ولتسوية حقيقية وعادلة. أستاذ عبد الكريم المدي، يعني تحدث سيد مختار بأن هناك أيضا جماعات مسلحة هي من تمتلك الصواريخ البالستية والتي تستهدف فيها مأرب، تستهدف فيها الحدود، أيضا هذه الجماعة التي تستهدف مناطق مثل تعز والبيضاء وغيرها بالقصف اليومي والعشوائي، تعتبر هذه الأعمال أعمال إرهابية؟ بداية يؤسفني أنه نتحدث بهذه الطريقة على أنه يمكن أن نأخذ بكيمني. أنا أولا أنا لا أمثل طرف سياسي معين، أنا أمثل قناعاتي في الدرجة الأولى، وأنا ضد العدوان بكل ما في الكلمة من معنى. يؤسفني جدا أنه ننظر إلى عدن وننظر إلى اللاحج وننظر إلى حضرموت وننظر إلى أكثر من منطقة من هذه المناطق على أنها نموذج لنا ويمكن أن يحتذى به، وعلى أنها الشرعية تسيطر عليها ويمكن أن نسلم بقية المحافظات اليمنية لهذه الشرعية كي تغرق بالفوضى. الجماعة المسلحة خارج إطار ما تسمى بالشرعية في عدن وفي لحج وفي حضرموت وفي جبوة وفي أكثر من مكان تمتلك أسلحة تقريبا موازية لأسلحة الجيش اليمني، ومن ينكر هذا الكلام معناته هو ينكر الحقيقة. الأسلحة التي دخلت إلى المحافظة الجنوبية من بعد أن انسحب الجيش واللجان الشعبية من المحافظة الجنوبية تفوق الأسلحة الموجودة الآن في الشمال. هذا الكلام يجب علينا أن نتعاطى معه بضمير حي وبواقعية وبمنطق كي نذهب إلى السلام جميعا وندفع العجلة باتجاه السلام. أما أن ندفع العجلة للخلف ونحاول أن نبني في الهواء ونطلق شعارات. طيب استاذ عبد الكريم، الا يقتضي ذلك يعني لا احد ينكر ان هناك بالتاكيد هناك بؤر لجماعات ارهابيه موجوده في حضرموت والتي تم يعني متابعتها والقضاء عليها مؤخرا في 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 حضرموت، ولا بالتاكيد لا زال هناك موجوده هناك في 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 حضرموت وفي ابين وفي عدن وفي صنعاء وفي اماكن اخرى. العمليات الارهابيه تطال جميع المحافظات، ايضا الاعمال الارهابيه التي تقوم بها جماعه الحوثي بحاجه جميعها الى دوله تحتكر السلاح وتحتكر السلطة وتحتكر القوة وتفرض السلام على الجميع. أختي العزيزة والمشاهد الكريم والزميل العزيز مختار، نحن أمام حرب مستمرة بأكثر من 18 شهرا. الحرب هذه أوجدت ثارات سياسية وصراعات واحتقان، ومن غير المعقول أن نتعاطى معها بما يمكن أنه يكون إسقاط واجب أو محاولة تعجيز، يعني اختلاق أسباب تعجيزية وأشياء تعجيزية على الطرف الآخر. نحن أمام حرب، والطرف الموجود في صنعاء أو الذي يسيطر على أكثر من 13 محافظة وأكثر من 20 مليون إنسان هنا موجودين، لا يجب أن نتعاطى معهم بهذه الطريقة التي لا تحترم عقليات وأذهان الناس ولا تحترم معطيات الواقع. نحن أمام حرب لا أكثر من 18 شهرا لها ما لها. الحرب هذه أوجدت الصراع، أوجدت الخلاف، ومن الطبيعي جدا على إن هذا الطرف أو ذاك لا يسلم السلاح.
هم الان المطلوب هو انهم يسلموا السلاح وبالتالي يسمحوا للطرف الاخر انه يجي يعلقهم في ينصب المشانق في باب اليمن وفي بنبشري في الحديده وفي اكثر من مكان لكي يسلموا رقابهم للاخرين. علينا ان نتعاطى مع هذه النقطه. نعم الحرب بالتاكيد الحرب لابد ان تنتهي سيد عبد الكريم، لكن عاده لا تنتهي الحروب ولا تنتهي المشاكل الا بانتهاء اسبابها ومسبباتها. الحرب هذه كانت واحده من اسباب الانقلاب. تقديم تنازلات على الجميع ان يقدموا تنازلات، كل الاطراف نعم. معنيه بتقديم التنازلات، وبدون تقديم تنازلات ما هي التنازلات التي سيقدمها الطرف صالح والحوثي؟ اكيد عليهم ان يقدموا تنازلات. ما هي هذه التنازلات؟ يعني يقدم تنازلات الطرف الاخر هو الذي جاء. نعم جيد، نحن نتحدث الان عن خارطه ولد الشيخ سيد عبد الكريم. نتحدث الان عن خارطه ولد الشيخ. هذه الخارطه تفرض على طرف الشرعيه الكثير من التنازلات، منها تنازل رئيس الجمهوريه الشرعي والمنتخب عن صلاحياته لشخص توافقي. بالمقابل ما هي التنازلات التي ستقدمها الاطراف في صنعاء، يعني طرف صالح والحوثي؟ اكيد تقدم تنازلات، تسليم السلاح، الانسحاب من المدن، القبول على الاقل بالطرف الاخر، لان الطرف الاخر هو الذي جلب العدوان للبلاد. نحن الان امام اكثر من 30,000 الى 40,000 شهيد وجريح، المجاعة تضرب أطنابها في كل المحافظات، في كل القرى، في كل المناطق. التنازلات على كل الأطراف، ومن ضمن هذه التنازلات أنه القبول بحكومة شراكة وتسليم السلاح والانسحاب من المدن والعمل بشراكة وطنية حقيقية. نعم سيد عبد الكريم، لماذا تعتبر أن تسليم السلاح للدولة، السلاح الذي تم نهبه من معسكرات الدولة، إعادته يعتبر تنازلا؟ هذا ليس تنازل، هذا واجب على هذه الجماعة أن تعيد السلاح الذي تم نهبه من المعسكرات. سيد عبد الكريم، أي تنازل؟ والأطراف الأخرى عليها أن تسلم السلاح أيضا، لا يجب أن يطالب طرف بتسليم سلاح، لأن الطرف هذا أصلا أنت عندما تطالبه بتسليم السلاح فيما الطرف الآخر لم يسلم سلاحه، معناته أنك في هذه الحالة تعقد المسألة ولا تبحث عن حلول. نعم سيد مختار الرحبي، سيد مختار الرحبي، إذن العملية فعلا بحاجة إلى تنازلات من جميع الأطراف. هل ترى بأن التنازلات التي وردت في هذه الخطة عادلة ومنطقية بالنسبة للأطراف؟ مع أخي عبد الكريم أنه يجب على جميع الأطراف إذا كنا نريد فعلا سلام حقيقي أن يتم تقديم تنازلات في كل حروب الدنيا. إذا وصل المتحاربين إلى تسوية سياسية يتم تقديم تنازل من هذا الطرف ومن ذاك، لكن نحن نقول حتى تقديم التنازلات يجب أن لا تكون على 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 حساب الدولة وعلى حساب إنهاء الحرب نهائيا. يعني هل 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 بالامكان حقيقه انه يتم تقديم التنازلات التي وردت انه رئيس الجمهوريه ينقل صلاحياته في هذه الظروف، في ظروف حرب وفي ظل دوله منهاره وفي ظل انتشار الميليشيات المسلحه وامتلاك الاسلحه الثقيله، ناتي ويتم نقل صلاحيه رئيس الجمهوريه الى 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 نائب رئيس، ويتم نائب الرئيس الحالي يقدم استقالته، والطرف الاخر لم تتحدث المبادره عن علي عبد الله صالح، عن عبد الملك الحوثي، عن قيادته العسكريه التي ساهمت في قتل اليمنيين. بالتالي نحن نقول انه بالفعل نحن بحاجه الى السلام، نحن بحاجه الى انهاء الحرب، نحن بحاجه الى تقديم مزيد من التنازلات من اجل الشعب اليمني، ليس من اجل طرف. نحن حينما ندافع عن الشرعيه لا ندافع عن عبد الرب منصور هادي ولا ندافع عن علي محسن الاحمر، نحن ندافع عن الدوله، الدوله التي هي الضامن الوحيد للمواطن اليمني، هي الضامن الوحيد لي ولعبد الكريم ولك ولجميع ابناء الشعب اليمني، هي التي ستعيد الحقوق وهي التي ستبني الدوله التي هي اصلا كانت منهاره وجاءت هذه الحروب والتي تسبب بها الحوثي وعلي عبد الله صالح بهذا الدمار الهائل اللي حصلت في اليمن. الخارطه الطريقه التي تقدم بها بالفعل بالامكان البناء عليها، لكن ليس بالصورة التي تم تقديمها، لكن يمكن البناء عليها ومناقشتها ومناقشة الأفكار التي وردت إليها. وبالأخير هي ليست قرآن، ليست قرآن منزل لا يتم المساس به، هي مواد يمكن الجلوس عليها، يمكن تقديم تنازلات، يمكن تغيير بعض النقاط التي وردت فيها ونصل إلى خارطة الطريق. وأنا أقول وأكرر أن السلام لا يصنعه إلا الشجعان. إذا كان القيادات سواء للحوثي أو علي عبد الله صالح أو لدينا في الشرع، إذا كانوا بالفعل شجعان سيقدموا تنازلات حقيقية من أجل الشعب اليمني، من أجل إنهاء هذه الحرب وإنهاء نحن نرى الصور المجزئة التي نراها في الحديدة، نرى يعني صورها، هذه الصور لم نكن نراها إلا في القرن الأفريقي، في الصومال، في المناطق التي ضربتها الحرب، نتفاجأ ونراها موجودة في الحديدة. وهذه طبعا شكلت كارثة وشكلت شيء محزن لنا كيمنيين أن نرى أناس وأطفال يموتون من شدة الجوع. هذا لم يحدث على مر التاريخ. اعتقد انه حتى في عهد الائمه لم نصل الى هذه المرحله الخطيره التي وصلنا اليها. بالتالي نقول اننا بالفعل بحاجه الى تسويه، بحاجه الى انهاء الحرب، ولكن وفق
قاعدة أنه لا نمنح الطرف الذي يبحث عن الشرعية نمنحه الشرعية وهو ما يزال يمتلك أدوات القوة في الميدان، يمتلك الميليشيات، يمتلك الأسلحة الثقيلة، ونقول له تعال شاركنا في الحكومة ونعطيك الشرعية وأنت بيدك السلاح. يعني نرجع إلى صنعاء وينقلب مرة أخرى ونعود إلى السجون ويعتقل. وهذا أيضا سؤال مهم يطرحه الكثير من المتابعين لهذه الخارطة، بأنه حتى وإن يعني وضعت أو فرضت بأي شكل من الأشكال، ما هي ضمانات تنفيذ هذه الخطة؟ والسؤال لك سيد عبد الكريم، ما هي ضمانات تنفيذ هذه الخطة أو غيرها مع هذه الجماعة، مع طرف الحوثي صالح؟ وأنت تعرف وكل اليمنيين يعرفون بأن هذه الجماعة تحديدا، وأن تحدث عن ميليشيا الحوثي وهي المسيطرة الآن بشكل أكبر على الوضع في البلد، لا تلتزم لا باتفاقيات ولا بعهود ولا بمواثيق، وانقلبت على جميع ما توافق عليه اليمنيون بما فيها اتفاقية السلم والمشاركة التي فرضتها هي بقوة السلاح على الجميع. تقريبا من حيث الضمانات، هناك أطراف إقليمية ودولية ستتبنى مسألة الضمانات، وربما قد يكون على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أنا أعتقد في تصوري الشخصي على أنه أهم نقطة في هذا الجانب هي إعادة بناء جسور الثقة. الثقة يبدو بأن الثقة تكاد تكون منعدمة ما بين الأطراف، والنظر هناك من ينظر للطرف في صنعاء على انه يعني لا يجب التحاور معه، وبالتالي نحن في هذه الحاله لا نستطيع ان نتعاطى مع مثل هكذا قضايا، لانه كيف تروح تستورد اي اطراف سياسيه كي تتحاور معها؟ حياتنا ضجت بالصراعات والفواصل والشجارات الصاخبه التي لا تنتهي، وبالتالي على كل الاطراف في هذا الجانب ان تقدم تنازلات، وعلى كل الاطراف ان تدرك بانه الذي حاصل في اليمن الان من جوع ومن اشكال وصور مأساوية جدا للحالات الإنسانية، هذه تتحمل مسؤوليتها بدرجة رئيسية الحرب، إضافة إلى ذلك الحصار المفروض على البلاد الآن تقريبا. أي حرب سيد عبد الكريم؟ الحرب الداخلية والحرب الخارجية بدون شك، والحصار. طيب الحصار طالما أنت تتحدث الآن عن إعادة جسور الثقة، وهذه عبارة يعني سمعناها في جولات سابقة للتفاوض، كان واحد أو كانت جزء من هذه النقاط، نقاط إعادة الثقة بين الأطراف، هي الإفراج عن المعتقلين الوارد أسمائهم في القرار الأممي 2216، وأيضا إيقاف القصف والحصار على مدينة تعز. لماذا لا يقوم طرف الإنقلابيين بذلك لإعادة جسور الثقة التي تحدثت عنها؟ جميع الأطراف معنية بإطلاق سراح المعتقلين، أيا كانوا المعتقلين نحن مع إطلاق سراح المعتقلين. الطرف الآخر أيضا هناك مئات المعتقلين، هناك عملية ذبح للمعتقلين. مئات المعتقلين أين سيد عبد الكريم؟ في معتقلين في عدن، حتى إلى درجة أنه نتحدث عن المختطفين المدنيين، عن شخصيات سياسية، نتحدث عن أسر الحرب سيد عبد الكريم. بالضبط أكيد هناك معتقلون بالمئات، هناك معتقلون بالمئات تم اعتقالهم في تعز وفي عدن وفي مارب وفي شبوة وفي أكثر من مكان. على أي حال هذا الطرح لم نسمعه إلا منك الآن، لا أحد ولا لا ولا لا أهالي معتقلين يطالبوا بأبنائهم من أي طرف سوى من طرف الحوثي الذي يختطف آلاف يعني المختطفين من الناشطين ومن السياسيين ومن الصحفيين. ما حصل يا أختي الكريمة في عدن وفي لحج وفي أبيان وفي بعض مناطق تعز من عملية تنكيل بالإنسانية، ليس فقط اعتقالات، وعليكم أن تعودوا بشريط الذاكرة إلى تلك الأيام، عودوا للحقائق التي حصلت في عدن. تم تفويج آلاف الناس ونهب ممتلكاتهم واعتقالهم، إلى درجة أن هناك تقارير صحفية وتقارير من منظمات مجتمع مدني تقول بأنه تم اعتقال المئات في عدن وإرسالهم للسعودية لكي يتم مقايضتهم بمعتقل آخرين. على فكرة أنا كشخص أنا ضد كل اعتقال، وعليك أن تقرأي ما أكتبه في هذا السياق وما أتحدث به سواء من خلال قناتكم أو القنوات الأخرى. أنا ضد الاعتقال أيا كانوا من طيب أي سيد عبد الكريم، نحن نتفهم سيد عبد الكريم أن تكون ميليشيا مسلحة سلالية عصبوية مثل ميليشيا الحوثي أن تختطف وتعتقل وتنكل بالمدنيين بالشكل الذي رأيناه، لكن تحدث عن المؤتمر الشعبي العام وأنت جناح صالح وأنت يعني عضو فيه، كيف تقبلون على أنفسكم التحالف مع جماعة تمارس كل أشكال التنكيل هذا بالإنسانية، بالحقوق، بالحريات، بكل المكتسبات التي كان قد وصل إليها اليمنيون خلال عقود فيما يتعلق بالحقوق والحريات؟
كيف تقبلوا على انفسكم؟ المؤتمر الشعبي العام لم يعلن تحالفه مع انصار الله الا بعد العدوان وبعد ان قام العدوان بالتنكيل بالمدنيين وضرب المدنيين وضرب كل مقدرات الدوله. اعلن المؤتمر تحالفه مع انصار الله في الدفاع عن الوطن امام عدوان خارجي يبطش بكل شيء، لا يفرق بين مستشفى ومدرسه ومعسكر وجسر وطريق ومدينه سكنيه العدوان لم يدع لليمنيين فرصه مطلقا ان يراجعوا حساباتهم، وبالتالي من لم يقف ضد العدوان فانه ضد الوطن في هذه الحاله. انا لا يمكن ان انظر الى مجزره مثل ما حصل في القاعه الكبرى او في سجن المديريه الزيديه في 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 الحديده او ما حصل لمدينه العمال في المخا او ما حصل لمخيم العرس في سنبان في الذمار واقف مكتوف الايدي او لا ادين هذا العدوان ولا اقف ضد العدوان، وبالتالي نعم. علينا هنا ان ننظر للامور بواقعيه وعلينا ان نكون منصفين في هذا. اظن كل اليمنيين وكل يمني حر وكل ذو ضمير يعني انساني لا يختلف بهذا الطرح، بالتاكيد الجميع ضد هذه المجازر وضد هذه الجرائم، لكننا لانهاء هذا الحال نتحدث عن انهاء مسببات هذه الحرب، خاصه الحرب الداخليه التي اعلنها تحالف الحوثي صالح ابتداء من عدن وتعز وغيرها من المحافظات. اتحول الان الى السيد مختار الرحبي، اذا يبدو لا وجود اساسا الى اي نقاط للثقه وهي التي كانت شرط لاي تفاوض سابق في مراحل سابقه للتفاوض سواء في جنيف واحد او بييل او حتى الكويت، لماذا اختفت نقاط الثقه من هذه الخارطه يعني الهشه بطبيعه الحال؟ نعم، أنا كنت حاضر في كل جولات المشاورات السابقة وتم مناقشة هذا الوضع وتم الاتفاق عليها، لكن لم يتم التنفيذ. يعني في جنيف 2 كانت محور الجلسات هو بناء الثقة، لم تكن هناك بناء الثقة، تم الاتفاق على بعض النقاط، من ضمن النقاط أن يتم الإفراج عن من تم شمولهم بالقرار الدولي فقط، يعني كان هذا الاتفاق، وعلى ضوء هذا الاتفاق ذهبنا من جنيف وانتهى جنيف 2. بعدها تحرك مباشرة إسماعيل ود الشيخ أحمد لصنعاء من أجل أن يخرجوا عن المعتقلين المنصوص عليهم في القرار الدولي 22/16، ولكن ذهب وظل هناك تقريبا 5 أيام يقنعهم أنهم أن اتفقتوا وأن وافقتوا على هذه من أجل أن نخطو الخطوة التالية، يخرجوا عن هؤلاء المعتقلين كحسن نية فقط. بعد ذلك تم إعادة هذا الملف مرة أخرى في الكويت واحد، وتم المناقشة وتم تشكيل لجنة خاصة بهذا الملف وهو إطلاق سراح المعتقلين، وتم تبادل الأسماء، وصلت تقريبا إلى 3000 اسم أو 4000 اسم تم تبادل الأسماء بين الشرعية وبين الطرف الإنقلابي، لكن لم يتم هذا. وأعتقد أنه لو كنا بدأنا بتسوية سياسية خطوة بخطوة، يعني يتم تقديم تنازل من الطرف الإنقلابيين والحكومة أيضا تقدم تنازل سنصل إلى حل، لكن لم يعطوا أي مجال من أجل أن ننطلق إلى الخطوات الأخرى. يعني نحن ما زلنا نتحدث بالأطراف، لم نغوص في أصل القضية في أصل نعم. المشكلة. لماذا لم تطرح هذه النقطة الآن يعني على هذه الخارطة بأنه كيف يمكن أن نمضي باتجاه تسوية سياسية دون أن يكون هناك أي ضمانات لتنفيذها؟ هو كما قلت لك لو يوجد هناك ضمانات، لانه في المره السابقه كانت هناك حينما انسحب الوفد الحكومي، بعد ذلك الامم المتحده قدمت ضمانات بعد ان التقى رئيس الجمهوريه ببان كي مون الامين العام في قطر بوجود امير دوله قطر، وكانت هناك ضمانات كما تم الاعلان عنها، ضمانات مكتوبه من قبل الامم المتحده انه كل ما سيتم الاتفاق حوله لن يخرج عن المخرجات، لن يخرج عن القرار ولن يخرج عن المخرجات. بعد ذلك لم نرى شيء، يعني في الاول والاخير لم نرى اي شيء على ارض الواقع، لم يتم اطلاق سراح المعتقلين، لم ينسحب الانقلابيين من اي منطقه ولا من اي محافظه، كانت تم تقسيم المناطق منطقه الف ومنطقه باء ومنطقه جيم، يبدا الانسحاب من المنطقه الف وبعد ذلك تعود الحكومه الى صنعاء ويتم تشكيل حكومه جديده في صنعاء، والحكومه هذه هي من تستلم الملفات الاخرى الامنيه والعسكريه، ويتم تشكيل لجنه عسكريه ويتم سحب السلاح الثقيل من المناطق المتبقية باء وجيم، لكن كل ذلك ذهب ولم يتم تنفيذه. الآن نحن أمام خارطة طريق جديدة، حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان صراحة من قبل دول التحالف، يعني هي كطرف شريك معنا، وكذلك حتى الحكومة لم تتعاطى معها ولم تقبل هذه المبادرة معنا. ما هو الموقف تحديدا سيد مختار، ممكن تضعنا في الموقف تحديدا للحكومة اليمنية من هذه الخطة وكذلك موقف التحالف؟ لماذا لم نسمع حتى الآن أيضا موقفا صريحا من السعودية مقابل تأييد من الإمارات لهذه الخطة؟ هذه هي المشكلة، يعني نحن نخاف أنه أن يكون التحالف العربي قد يعني حصلت هناك إشكالية أو أن هناك
يعني موافقة ضمنية لهذه الخارطة، وهذا طبعا يضع الشرعية في مشكلة حقيقية، لأن الشرعية أعلنت منذ اليوم الأول أنها لا يمكن أن تتعاطى مع هذه الورقة، وحتى رئيس الجمهورية رفض حتى مجرد استلام هذه الورقة. الإمارات كان موقفها واضح بأنها دائمة لتحركات ولد الشيخ ودائمة لهذه الخارطة. على ذلك كيف نفهم التصريح من الإمارات أستاذ مختار؟ هو طبعا نعرف أن الإمارات لها مواقف أعلنتها أكثر من مرة، وهي أيضا انزعجت كثيرا بعد إقالة نائب رئيس الجمهورية خالد بحاح وتعيين الفريق علي محسن الأحمر، وأعلنت أيضا موقف أنها انسحبت من المناطق وأنها أنهت عمليتها، وبعد ذلك تراجعت وقالت أنها فقط سحبت مجموعة عسكرية وجاب وأرسلت أخرى. بالتالي الموقف يعني هو يهمنا أنه لا يوجد هناك موقف رسمي من التحالف العربي، ولم يعلن المتحدث الرسمي أحمد العسيري موقف واضح من هذه الخارطة الطريق. بالتالي أنا أعتقد أن في الأول والأخير موقف رئيس الجمهورية هو الذي استدعى التحالف، وهو الذي بيده أن يقبل بهذه المبادرة أو بغيرها، بغض النظر عن الإشكاليات والتنسيق والتعاون المشترك والوثيق والعلاقة الوطيدة بين الشرعية وبين المملكة العربية السعودية والتحالف، لكن في الأول والأخير لم يصدر أي بيان رسمي من قبل التحالف. بالتالي وهذا أيضا مسار تساؤل أيضا سيد مختار، لماذا لم يصدر موقف رسمي عن التحالف وخاصة عن السعودية؟ ماذا عن طرف الانقلاب الحوثي صالح أستاذ عبد الكريم؟ هل هناك من موقف واضح تم التوافق عليه بين حليفي الانقلاب في صنعاء؟ وما مخرجات لقائكم اليوم أو لقاء المؤتمر صالح والحوثي مع ولد الشيخ اليوم بشأن الخارطة؟ بالتأكيد الطرف الوطني في صنعاء ممثلا بالمجلس السياسي الأعلى تعاطى بإيجابية وأصدر بيان واضح جدا في هذا السياق وقال على أن المبادرة تمثل أرضية مناسبة وموقع وخطوة إيجابية يمكن البناء عليها للخروج بحلول، ووضع نقاط عدة حول هذه الخطة، وقال على أن هذه النقاط بحاجة إلى إعادة بلورة والنقاش حولها، ولكنه لم يرفض المبادرة الخطة كما حصل من قبل هادي والحكومة. بين هادي يقول الخطة مرفوضة ولم يستلم حتى الورقة، وبن دغري يقول مقبولة مضمونا ومرفوضة مقبولة شكلا ومرفوضة مضمونا، واليوم وزير الخارجية عبد الملك المخلافي يقول هذه الخطة مرفوضة ويجب وضع خطة بدلها. معناته إذا لم تناسب الطرف الآخر سيد عبد الكريم، السؤال بشأن موقفكم أنتم، هل هناك حتى بلورة موقف واضح بشأن الخارطة؟ واضح جدا على أن هذه بداية خطوة إيجابية يمكن البناء عليها والنقاش حولها من أجل الوصول إلى حلول، لكن هناك نقاط واضحة في البيان الصادر عن المجلس السياسي الأعلى، وقال على أنها بحاجة إلى إعادة بلورة والنقاش حولها، ومن ضمنها مثل ما أشرت لك مسألة السيادة الوطنية وأسماء أعضاء الحكومة وإقرارهم يجب أن يكون من قبل البرلمان، ووضع اللمسات الأخيرة على مسودة الدستور هذا الجانب الوطني يرفضها، إضافة لذلك إصلاح الاختلال في الخلل الواضح في الهيئة الوطنية المعنية بالإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في التشكيل وفي الإنشاء، إضافة إلى ذلك تعاطت الخطة أيضا مع دول العدوان وكأنها أطراف محايدة، بينما العدوان هو معتدي على اليمن، العدوان هو الذي دمر البلاد إلى حد الآن. تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية أيضا يجب أن يكون من قبل السلطة التنفيذية التوافقية الجديدة، ويجب أن يكون أيضا التشكيل من الأطراف المعنية المرشحة للحكومة والأطراف التي هي متوافقة أصلا على هذه الخطة. مثل هذه النقاط واضحة أصلا، إضافة إلى ذلك وهذا أمر هام جدا، إيقاف العدوان برا بحرا جوا، رفع الحصار وانسحاب القوات الأجنبية المتواجدة من الأراضي اليمنية. كما إضافة لذلك الخطة أيضا تجاهلت رفع اليمن من تحت الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة بموجب القرار 2140، وأيضا إلغاء العقوبات التي ترتبت على هذا القرار. نقطة مهمة أيضا أشار إليها المجلس السياسي الأعلى والوفد الوطني المفاوض، إنها تجاهلت أيضا إعادة الإعمار والتعويضات وقضية الأسرى والمفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية وغير ذلك من النقاط. نعم، إذا سيد مختار الرحبي، يبدو أن أيضا الطرف الانقلاب في صنعاء ويضع التحفظات أيضا على هذه الخارطة التي ظهرت للجميع بأنها بالمطلق يعني تتناسب أو كأنها فصلت
فصلت له. هناك من يقول سيد مختار بأن الشرعية وتباطؤها في حسم المعركة عسكريا وسياسيا هي من أوصلت الوضع إلى هذا الحال، هي من أوصلت المجتمع الدولي بالتواطؤ والتعامل مع طرف الانقلاب بهذا الشكل الفاضح من خلال هذه الخارطة أو يعني والتي هي نسخة من مبادرة كيري. ألا تعتقد بأن الحكومة الشرعية والتحالف يتحملون مسؤولية كاملة لهذا الموقف المتراجع المجتمع الدولي الداعم للشرعية في البلد؟ أولا دعيني أعلق على نقطة، هو أنه أن الانقلابيين أيضا هاجموا إسماعيل الشيخ أحمد ومحمد عبد السلام تحدث عنه وقال أنه بوق للتحالف، وكان هناك هجوم شديد خصوصا من طرف الطرف صالح. وإسماعيل بشير أحمد أعلن في إحاطته في مجلس الأمن أن الأطراف اليمنية رفضت الخارطة الطريق وأنه سيسعى للعمل على العمل مع جميع الأطراف من أجل قبول هذه المبادرة. في كل الأحوال هو بالفعل عدم حسم المعركة عسكريا وسياسيا جعلنا نصل إلى هذه المرحلة، يعني سنة وثمانية أشهر بكل تأكيد أن كان هناك إخفاقات للشرعية وكذلك للتحالف العربي، جعل من المجتمع الدولي يعني مواقف بعض الدول خصوصا أمريكا وبريطانيا جعلها تختلف، وجعل من بريطانيا تتقدم بهذا المشروع إلى الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي يضغط باتجاه التسوية السياسية. يعني كان من المفترض يعني على الشرعية وعلى التحالف إذا كان دخلوا العاصمة صنعاء وتم تحريرها وتم تحرير المناطق لم نكن بحاجة إلى كل هذه الضغوطات التي تمارس على الشرعية وكذلك على التحالف. لماذا لم يحدث ذلك؟ قد تكون هناك إشكالية، أنا لست رجل عسكري لكي أعرف ما هي الإشكالية العسكرية التي حدثت والتي عاقت الدخول، لكن نحن نعرف أنه من خلال ما يتم إعلانه أن الولايات المتحدة الأمريكية قد يعني تحدثت مع التحالف العربي أنه لا يمكن لكم أن تدخلوا صنعاء عبر القوة العسكرية ولكن عبر تسوية سياسية. هذا ضمن ما يتم الحديث عنه، هو أن الدول الغربية وقفت ضد دخول العاصمة صنعاء بقوة السلاح. طيب ما المجتمع الدولي سمح لميليشيات الحوثية القادمة من مران باقتحام صنعاء بقوة السلاح، كيف لا تسمح للجيش الوطني باستعادة صنعاء واستعادة معسكرات المنهوبة؟ يعني سيد مختار هذه يعني هذا منطق غير مفهوم. نعم هو المجتمع الدولي تماهى مع الميليشيات الانقلابية منذ كانت في دماج، وتم تحقيق بعض الأهداف التي رسمت له من قبل القوى الدولية كالقضاء على مركز دماج السلفي وكذلك القضاء على جامعة الإيمان، وكذلك أيضا بعض القوى الإقليمية كانت لها مصالح مع الميليشيات الانقلابية حين قضت على القوى القبلية للإصلاح في محافظة عمران وكذلك على اللواء علي المسلم الأحمر والقضاء على الفرقة الأولى. طيب أستاذ مختار، إلى متى ستظل الحكومة الشرعية راضخة الإرادة الدولية؟ هناك إرادة شعبية ملتفة حول هذه الحكومة، وقد شاهدنا يعني يوم أمس خروج الناس في المحافظات تأييدا لشرعية الرئيس هادي والتضحيات المستمرة منذ عام ونصف، تضحيات اليمنيين في كل مكان. ألا تستحق بأن تلتف هذه الحكومة الشرعية حول الجماهير في الداخل وأن تتخلص من تبعيتها للإرادة الدولية التي كبرتها منذ بعد يعني مؤتمر الحوار إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ أختي العزيزة أسوان، بالفعل الجماهير التي خرجت كانت بحاجة حقيقية إلى وقفة جادة من قبل الحكومة الشرعية. بقاء الحكومة بكامل رجالاتها خارج اليمن طوال الفترة الماضية، مع أن حكومة الدكتور أحمد بن دغر كانت قد عادت وظلت في فترة طويلة في عدن، وهذا موقف شجاع وموقف مسؤول من قبل الحكومة، لكن هناك إشكاليات أمام الحكومة، هناك مشاكل لن تستطيع معالجتها الحكومة بلا إيرادات، الحكومة بلا ميزانية، الحكومة لا تستطيع معالجة الأوضاع التي تسيطر عليها في عدن، ما تزال المجاري منتشرة في كل مكان، عدن ما تزال بدون كهرباء، عدن بدون خدمات، مارب، كل المناطق بدون حلول. بالتالي الحكومة حينما تعود إلى عدن ولا تمتلك بيدها المال لحل مشاكل الناس ستكون في موقف محرج أمام الشعب وأمام الجماهير. بالتالي هناك مشاكل وهناك معوقات وقفت أمام عودة الشرعية بكاملها إلى عدن وإلى المناطق المحررة. وربما هذا أستاذ مختار هو الذي أضعف موقف الشرعية على أي حال، برغم أنها يعني لا يلتبس على أحد موقف الشرعية من الانقلاب سوى هذا التباطؤ وهذا الضعف في الأداء. أستاذ مختار، نعم سأعود إليك، أتحول أيضا حتى يعني نوزع الوقت بشكل عادل. أستاذ عبد الكريم مدي، هناك من يتساءل عن سبب دعم المجتمع الدولي لميليشيات الحوثية والمخلوع برغم صدور قرارات دولية لهم بالاسم كمعرقلين للتسوية السياسية،
وكناهبين للأموال العامة من خلال قرارات دولية، كيف يمكن أن يستقيم هذا المنطق، منطق وقوف المجتمع الدولي مع هذه الميليشيات الانقلابية ومواقفه الآن معه في من خلال هذه المبادرة لتدعمه يعني قلبا وقالبا؟ المجتمع الدولي مثل ما تفضل الزميل العزيز مختار هو ينظر لمعطيات الواقع وما يجري على أرض الميدان. الطرف المتواجد في صنعاء وفي حوالي 13 محافظة يمنية متواجد فيها والإرهاب يكاد يكون محارب تماما، إضافة إلى ذلك ما حصل أيضا من تقديم نماذج سيئة جدا في محافظات التي خضعت لما يسمى بالشرعية في عدن، في لاحج، في أبيان، في أجزاء من تعز، كانت هذه كلها تقدم صورة صادمة ومشوهة للإنسانية جمعاء من خلال الأعمال الإرهابية التي حصلت ومن خلال الأعمال الانتقامية وسحل الناس بالشوارع ومصادرة حقوقهم ومتلكاتهم. سيد عبد الكريم، أظن ليس هناك أبشع ما يحدث في المناطق الواقعة تحت سلطة الانقلاب من اعتقالات وتكميم أفواه ومصادرة حريات وإغلاق قنوات، يعني لم يعد هناك أي صوت للمعارضة في المناطق الواقعة تحت سلطة الانقلاب. هناك مات الناس جوعا يعني ومجاعة في المحافظات الواقعة، تم نهب المساعدات الإنسانية، يتم بيعها في الشوارع والمحلات على مرأى ومسمع، الكهرباء لا يعرفها المواطنين في المحافظة التي تقع تحت سلطة الانقلاب، الرواتب يعني لم تعد موجودة، البنك المركزي تم نهبه واستنزافه، يتم اقتياد الأطفال من منازلهم عنوة إلى الجبهات الحرب داخل المحافظات الواقعة تحت سلطة الانقلاب. أي وضع يعني أي وضع أنت تتحدث عنه الآن؟ تتحدث عن وضع مثالي في هذه المحافظات؟ سأقول سأجيب لك بما أقتنع به أنا كمواطن يمني بالدرجة الأولى. نعم. أولا البنك المركزي نقل من صنعاء إلى عدن بموجب قرار، نقل فارغا، نقل أحجار يعني، نقل فارغا سيد عبد الكريم. اسمحي لي أقول لك، فأدين هذا القرار من قبل البنك الدولي وكل المنظمات والهيئات الدولية قبل 4 أيام من اليوم. البنك الدولي يقول كان قرارا خاطئا وغير إيجابي قرار نقل البنك المركزي. نعم. ثانيا المجاعة حاصلة في أكثر من محافظة وتحديدا في التحيتة وفي أكثر من مديرية بمحافظة الحديدة ناتج عن الحصار وناتج عن الحرب الدائرة وعن القصف. ميناء الحديدة يا أختي الكريمة قصفت، والرافعات التي تفرغ المواد الغذائية والحمولات من الموانئ إلى الميناء قصفت، الطرقات قصفت، الجسور قصفت، المصانع قصفت، المصادر أرزاق الناس قصفت، الشركات والمؤسسات قصفت، الناس خسروا أعمالهم، المصانع أقفلت. لكن أسباب الثراء سيد عبد الكريم المدي واضحة وظاهرة للعيان لدى فئة معينة في المجتمع اليمني منذ بعد الانقلاب، وهذا معروف للجميع. أما بالنسبة للحديدة فكما تعرف بأن الميناء على بعد أمتار من المناطق التي وقعت فيها المجاعة والتي يسيطر عليها اللجان الثورية أو الشعبية التابعة للميليشيا. سؤال أخير لك أستاذ مختار الرحبي، في حال تم فرض هذه المبادرة أو هذه الخطة أو الخارطة سميها ما شئت على الحكومة الشرعية وعلى التحالف، ما هي الخيارات المتاحة أمامهم هنا؟ عفوا، إذا تم إلزام الحكومة، إذا تم فرض هذه الخارطة على الحكومة الشرعية والتحالف من قبل المجتمع الدولي، ما هي الخيارات المتاحة الآن أمام الحكومة لمواجهة مثل هذا الطرح؟ لا أعتقد أنه سيتم فرضها بالقوة على التحالف وكذلك على الحكومة الشرعية، سيتم فرضها أو الضغط على الحكومة في حال أن التحالف العربي هو موافق على هذه الخارطة. وبكل تأكيد أن القرار حتى هذه اللحظة ما يزال بيد فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، هو الذي يستطيع أن يقبل هذه الخارطة، يستطيع أن يعدل عليها، يستطيع أن يناقشها، يستطيع أن يرفضها، كما أنه كان السبب وشرعيته هي السبب في طلب الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لنجدة الشرعية وإعادة الدولة. يستطيع رفض هذه المبادرة وغير هذه المبادرة سواء كيري أو غيره، يستطيع يرفضها، لا يستطيع أحد أن يفرض على الشعب اليمني ما يريد، لكن نستطيع أن نصل إلى سلام دائم وسلام مقنع وسلام مستمر إذا تم تقديم تنازلات وإذا تخلت الميليشيات عن السلاح وانسحبت من المناطق وعاد السلام إلى اليمن وتعود الحكومة. المواطن اليمني البسيط الآن أصبح بحاجة إلى دولة، الآن من هم في الدولة موجودين هو
ابو احمد، ابو ملعقه، ابو مش يعني اسماء كلها مجهوله. نعم، اذا اصبح اليمنيين بحاجه ماسه الى استعاده الدوله. اشكرك جزيل الشكر استاذ مختار الرحبي الصحفي، كنت معنا عبر سكايب من الدوحه، كما اشكر الاستاذ عبد الكريم المدي الصحفي كان معنا من صنعاء. في الختام تقبلوا تحياتي انا اسوان شاهر ومعد البرنامج اسامه القطيبي وكافه الفريق الفني للبرنامج، القاكم في حلقه جديده من فضاء حر الاسبوع القادم في نفس الموعد في امان الله.